كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أنتم تعملون بلا كلل وبطريقة جدية. تفضلوا بالأسئلة. شكرا سيدي الرئيس. مضى سنة على جلسة هذا المجلس وكنا قد ناقشنا هذه المسائل في العام الماضي. نعم البيروقراطية هنا كما هو مطلوب. أنا أتفهم هذا الموضوع. جميع الإعازات التي أعطيتمونا إياها تم إنجازها، وهناك تقرير بهذا الشأن. خلال هذه السنة عدد المشاركين تضاعف ووصل إلى 10 ملايين، وعشرات الآلاف من الفائزين كانوا قد بدأوا الدراسة في الجامعات وأيضا يعملون في الشركات. прошли практику, нашли интересную работу в лучших российских компаниях, получили образовательные гранты, съездили в интересные и познавательные путешествия по нашей стране. И, знаете, вот до того, как вы приняли решение о создании такой платформы, социологи... طيب تابعنا جزءا من هذا الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس.